إذا للوقوف عند تداعيات القصف الإيراني لأربيل واستهداف المصالح الأمريكية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أستاذ كامل، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، لا تزال تداعيات القصف الإيراني لأربيل مستمرة في ظل انتهاك صارخ وواضح لإيران لكل الحدود الدبلوماسية والسياسية، ولكن في واشنطن كيف تابعتم الموقف الأمريكي من عملية قصف أربيل الأخيرة؟ يعني رغم انه الاعلام الامريكي قدم الخبر باعتباره من الاخبار المهمه رغم انشغالاته بالحرب الروسيه الاوكرانيه، ولكن التعليقات الامريكان والاداره الامريكيه كانت ضعيفه واستيحائيه، ويعني واجهتها بالاهمال اكثر مما قدمته باعتباره من الاخبار المهمه اللي فيها تجاوز على المصالح الأمريكية. والغاية معروفة أنه حاولوا أن يتستروا على قضية نفس الرئيس الأمريكي بايدن حذر الإيرانيين من استهداف المصالح الأمريكية، ولا يريدون أن يدخلوا بتحدي ويفتحوا جبهة جديدة بالإضافة إلى جبهة أوكرانيا. ولكن أستاذ كامل، هناك تناقض في الموقف الأمريكي. يعني مثلاً الولايات المتحدة قالت بأن القصف لم يكن يستهدف مصالحها في العراق من ناحية، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح بأن بلاده ملتزمة بمحاسبة إيران. كيف يمكن قراءة هذا التضارب في المواقف؟ يعني هو ليس فقط تضارب وإنما مفارقة. يعني الخارجية الأمريكية مرة تقول أنها ستدعم العراقيين بمحاسبة إيران، ولا أدري كيف العراقيين المستسلمين إلى إيران يحاسبوا إيران. يعني القضية معروفة، هل يحاسبوا إيران بالقضاء العراقي المشغول بإكمال ترتيبات وإجراءات الأمر القبض على الرئيس الأمريكي ترامب، بينما يترك قضية بها إقرار من الحرس الثوري استهداف والاعتداء على الأراضي العراقية؟ بالإضافة إلى هذا، يعني الأمريكان هم بيدهم موضوع الحساب. الأمريكان عندهم اتفاق استراتيجي مع الحكومة العراقية، ويلزمهم هذا الاتفاق بأن تتحرك لمحاسبة إيران، بالإضافة إلى موضوع الفصل السابع والتزام الأممي الأمريكي باعتباره عضو في مجلس الأمن مثل بقية الدول. بالقليل بإمكانها كان تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن التحقيق في قضية الاعتداء الصارخ على السيادة العراقية. طيب أستاذ كامل، القصف كما تعرفون تزامن مع مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والغرب. بماذا أرادت إيران من رسالة أن ترسلها إلى المفاوضين هناك في فيينا؟ يعني واضح الكل الإعلام تحدث بهذه القضية، يعني بعد ساعات من تجميد إكمال التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والغرب، إيران بعد ساعات استهدفت المصالح الأمريكية بهذه الصراحة، والغاية منها تريد أن تقول للأمريكان وللعالم الغربي عموما بأنها قادرة على أن تفعل الكثير. هي مسيطرة على البشر والحجر في العراق، والآن هي قادرة على أن تسيطر على الجو في العراق، ولا أحد يستطيع أن يواجهها، بدليل أنها في بيان إقرار استهدافها للأراضي العراقية حذرت من أي رد فعل، وهذا بإذلال ليس للعراقيين فحسب وإنما للأمريكان والغرب عموما. أستاذ كامل، هناك من يقول أن السياسة المتساهلة من قبل إدارة بايدن تجاه إيران هي التي فتحت الباب أكثر أمام طهران للقيام بما تقوم به في العراق وفي مناطق أخرى مثل اليمن وسوريا وغيرها من المناطق. تتفق مع هذا الرأي أستاذ كامل؟ نعم، هذا بالضبط. كل القيادات هنا حتى من الديمقراطيين أعلنوا صراحة أنه الفشل الأمريكي في أفغانستان وفي العراق وفي كثير من بؤر الصراع هو اللي شجع إيران، بل هو اللي شجع روسيا أن تقدم على فعلتها بالاعتداء على أوكرانيا. وهذه قضية معروفة أنه الأمريكان في حالة ضعف وفقدوا السيطرة على النظام العالمي،
ومثل ما سمعنا من ماكرون الرئيس الفرنسي في قصر فرساي قبل يومين، أعلن صراحة بأنهم سيقومون بإعادة منظومة العلاقات داخل المنظمة الاتحاد الأوروبي وعلاقتهم مع دول العالم بسبب فقدان السيطرة الأمريكية على المنظومة الضبطية على العالم. ولهذا الوضع الأمريكان الآن في حال الضعف، والإيرانيين وغير الإيرانيين اللي عندهم خصومات مع الأمريكان يستطيعون يفعلوا ما يشاءوا. أستاذ كامل، أخيرا باختصار لو تفضلتم بذلك، كيف سيتعامل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز بالانتخابات تجاه إيران؟ كيف ستكون العلاقة بين الاثنين برأيكم؟ العلاقة مثل ما كانت، يعني لا أعتقد أنه الصدر سيخرج عن الضبط الإيراني. هو من رجالاتهم، من تلاميذهم، كان وما زال، ويخشاهم أكثر ما يخشى أي جهة أخرى، وهذا هو الواقع. ولن أتوقع أكثر من هذه التصريحات والبيانات وتشكيل اللجان إلى آخره. هذا نتوقع من الصدر وغير الصدر داخل العراق. من واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لكم.